السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا. والله يا جماعة كان باختصار شديد جدا أختصر حياتي وأشتغل مثلا في المطابخ، كل يوم أروح أخذ مطبخ مطبخين إيطالية، أخذ من الشركة 50,000 30,000 مقابل أني أعرضها على الناس وأضع حرمة كل واحد ناشبة في نحرة. شافت المطبخ الفلاني في السناب وفيه الدرج الفلاني كذا وفيه الربطة الفلانية كذا وفيه ممسحة كذا جاية أوتوماتيك وفي فرامة مدري إيش وفي كذا، وكسبت أنا مئات الآلاف من ظهور الناس وأنشبت الحريم في نحور الرجال وأخذت أنا الفلوس اللي أبغاها. والله ما هو هدفي، والله ما هو هدفي أني أخلي الحرمة عدوة للرجل أو أني أصنع صورة ذهنية للمرأة بحيث أنها تنشب في نحر الرجل تجيب لي وجيب لي وجيب لي. في بعض المشاهير وكثير من المشاهير شغالين بهذا الأسلوب بهذه الطريقة، يعني يتفق مع شركات السيارات انه ينزل لهم اعلانات على اساس يقنع الحريم ولا يقنع البزران ولا يقنع المراهقين ولا يقنع الرجال انهم ياخذوا من هذه السيارات، وبذلك تنشب مشكله ان تكلف هذا الرجل انه يصرف اكثر مما يدخل، انه ياخذ سياره بالتقسيط، انه يدخل في مشروع فاشل، انه ياخذ قروض من البنوك، ان الحرمه تطلب من رجلها اذا ما نفذ انها تزعل عليه وانها تحط مشكله في البيت، والبنات قاعدين يشوفون نبغى الايس كريم الفلاني اللي ب 30 وانا كسبان من وراه مئات الالاف وخربت البيت. والله اني محتسب الا اخرب بيتها، ان لم اصلح اني ما اخرب. اني ما اخرب البزران اقول لهم خذوا بيتزا الفلانيه ب 70 ريال ممتازه، واخليه يتعود على اكل البيتزا ويكلف اهله مبلغ قيمته 2000 3000 ريال عشان يدخل هذه الاكله عليه في الاكل، لا والله ما هي من طبعنا. ولا البلاي ستيشن الفلانيه ولا الشريط الفلاني ولا السياره الفلانيه ولا الكفرات الفلانيه ولا الملابس الفلانيه ولا غيروا الاثاث الفلاني ولا ما ادري ايش، والله ما ابيع واشتري في هذه الاشياء. الا مقدم قيمه حتى لو لم اكسب لن ادخل في غمار ان افسد الولد على ابيه ولا البنت على اهلها ولا اخلي الواحد نفسه معلقه بشيء مرتفعه جدا وما يقدر يوصل له وبذلك يكره الحياه وما فيها، او انا اتصلع اني انا القدوه، انا راكب السياره الفلانيه، انا مدري ايش، اخليك تحلم بالسياره هذه واحاول اسرها لك عن طريق بنوك واكسب من وراك ومن الاخرين. لا والله ليس اسلوبنا وليس طريقتنا، ولا نؤيد مثل هذه الاعمال نهائيا في افساد المجتمع ورسم صور ذهنية فاسدة للناس لتحويلهم إلى أصحاب حزن وأصحاب اكتئابات وأصحاب أمراض نفسية، أو أنا أعيش في حياة فارهة جدا وأقول الحياة الفلانية وأنا أعيش الحياة. لا والله أنا بسيط وأكل أي أكل وأفطر إن شاء الله بريال وأشرب الشاهي الفلاني وملابسي هذه العادية وقبوعي أبو 5 ريال ونظارتي أبو 10 ريال، ولا أروح أقول خذ نظرة ب2000 ريال تصلح لك تجيب لك القمر هنا، لا أبدا ما أفتن الناس ولا أفتن هذه ولا أفتن الأسر.